لا يستطيع الأمريكيون أن يقدموا ضمانات حول أي شيء في لبنان. هوكشتاين هو موجود في هناك من أجل الضغط على اللبنانيين، وأيضا ماكرون هو أيضا متورط في الموضوع، لأن لبنان سبق وأن كانت استعمار أو مستعمرة تابعة لفرنسا، وهو يحاول أن يجبر اللبنانيين على الاستجابة للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. حزب الله يتوخى الحذر في موضوع الخط الحدودي، ولكن حزب الله لن يقبل بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة. وأعتقد أن وقف أطلاق النار لمدة 4 أشهر، أعتقد أن هذا سبيل لإعادة تموضع الإسرائيليين. هم خسروا كثيرا على صعيد الجنود والمعدات العسكرية وفقا ما رأيت من الأشرطة لدى حركة حماس، وبالتالي الإسرائيليون قد يرحبون بوقف أطلاق النار من أجل إعادة التموضع ومواصلة الحرب. وأعتقد أن النفوذ الخارجي من الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين، أعتقد أن هذا ليس هو المطلوب. كما يقول الإيرانيون، على شعوب المنطقة أن تقرر ما هي مصالحها الأمنية وما هي أيضا مواقعها والمواقف الاقتصادية والسياسية، والأطراف الخارجية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وقوى استعمارية مثل فرنسا، هذه الأطراف تريد أن تواصل هذا التدخل كي تتأكد وتضمن بأن هذه المنطقة تعتمد عليهم ولا تستطيع أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي أعتقد أن ما نراه عبارة أكثر عن مسرحية أمنية، حيث يقولون نحن نحاول القيام بشيء، ولكن كل هذه الشخصيات غير مرتاحة إزاء الواقع ولديهم نوايا عدائية. وبالنسبة لرؤية تجاه العرب، يقولون أنه لا يمكن الوثوق بالعرب والمسلمين، لا يمكن أن نثق بهم، بالتالي يجب أن نبقى هناك ويجب أن نضمن الأمن لإسرائيل وللسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي أعتقد أن ما نراه ببساطة فقط مسرحية ومعارض يقدم، ولكن لن يحقق أي شيء.